مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات على ارض مصر. موجوده معاكم انا ساره الهلالي، وحلقه يوم الخميس بنتمنى انها تحوز على رضا حضراتكم. الحقيقه فرق كبير جدا بين الارتقاء بالتعليم وبالارتقاء بالحاله الثقافيه. ممكن يكون ناس حاصله على درجات كبيره جدا من التعليم وانما غير مثقفه، او العكس، ممكن تكون التعليم يعني متوسط، وده اللي كنا بنشوفه في العصور القديمة أو العصر الذهبي زي ما بنطلق عليه، إن يكون مثلا معاه توجيهية زي ما كانوا بيسموها أو شهادة بسيطة، وإنما مثقف وعلى درجة كبيرة من الوعي. من هنا الحقيقة الدولة بتمشي بالتوازي في الخطين، خط الارتقاء بالتعليم والارتقاء بالحالة التثقيفية للمواطنين. وإحنا دايما بنهتم كمان بالنشأ الجديد حول دور قصور الثقافة في نشر ثقافة الوعي وبناء الإنسان المصري. بتدور حلقتنا النهاردة، بنتمنى أنها تحوز على رضا حضراتكم. زي ما قلنا بيشرفنا في هذه الحلقة يكون معنا الأستاذ عمرو البسيوني، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. زي ما أنا قلت في البداية أنه التعليم حاجة والثقافة حاجة تانية. لما يعني بنترك شبابنا وأولادنا يعني صفحة بيضة لاستقطابها، ده بيبقى خطر وبيشكل يعني خطر على الأمن القومي نفسه. فمن هنا جاءت اهتمامات الدولة لإعادة الوعي مرة تانية والاهتمام بالشباب عن طريق الأنشطة المختلفة. كيف ترى أهمية التثقيف والتوعية للشباب؟ لا، هو احنا وزارة الثقافة بتوعي تدي الإنسان اهتمام بالغ جدا من خلال مبادرات فخامة الرئيس، وان احنا عندنا احنا الهيئه العامه لقصور الثقافه بتهتم بمبدا العداله الثقافيه. العداله الثقافيه لازم توصل لجميع فئات الشعب وعلى جميع مستوى الجمهوريه، خصوصا ان الهيئه العامه لقصور الثقافه ممتده على اتساع جمهوريه مصر العربيه من الشمال الى الجنوب. سواء الشباب، وبنهتم كمان بالاطفال، هم اهم مرحله عندنا، لان هم دول اللي بيكونوا حياه وفكر الانسان المصري. وهو دول احنا بنسمى الثقافه قوى النعمه، لان هم دول لو سبناهم للاتجاهات الثانيه هيبقوا فريسه لهم. صحيح. الهيئه العامه لقصور الثقافه بتدي اهتمام واوليه كبيره جدا بالنشء والشباب على مستوى الثقافه. احنا مبدا العداله الثقافيه احنا منتشرين على مستوى الجمهوريه، وشغالين على اصول الثقافه، بتشتغل على مسرح، الفنون، منتقل الفنون، المسرح، السينما، الأدب ونوادي الأدب، الأطفال والموهوبين والورش والحرف الفنية. صحيح. بالتأكيد في طفرة الحقيقة، يعني طالما حضرتك ذكرت يعني السينما وغيره، يعني الثقافة لها علاقة بالمرئي والمقروء والمسموع، والحقيقة متداخلة في كل مناحي حياتنا. شفنا كتير جدا في سنوات يقولوا أصل الجمهور عايز كده، وبعد كده فوجئنا بالبعض الأعمال المهمة جدا زي فيلم الممر أو غيره، أو المنسي كمسلسل. الأبطال دول لما تم تجسيدهم على الشاشات شفنا الحقيقة إقبال كبير جدا من الجمهور وخصوصا الشباب، وده كمان بينطبق على الكتب. يعني فترة طويلة يقولوا أصل الجمهور عايز كده، أصل ما حدش بيقرأ، ولما فرضت الأعمال الجيدة نفسها هنلاقي أنه الجمهور اتجه إليها وبشكل كبير. طبعا احنا من ناحيه كوزاره الثقافه احنا بندي اولويه لاهميه الاعمال والاعمال الجيده. احنا مش مجرد السوق عايز كده او الناس عايزه كده. احنا تواصلنا مع الجهاز القوات المسلحه، الشؤون المعنويه والشرطه، وخدنا منهم الافلام التوعويه والافلام الجيده، بنعرضها قبل عروض اي فيلم بربع ساعه تلت ساعه، بنعرض الافلام الوثائقيه والافلام الافلام اللي بترفع روح الولاء والانتماء عندنا. الأفلام دي نالت اهتمام من الشعب. صحيح. خلينا نتكلم عن الأنشطة بقى الخاصة بوزارة الثقافة. أنا عارفة أن عندكم أنشطة كتير، عندكم كمان موجودين في أكثر من محافظة على مستوى الجمهورية. خلينا نتكلم عن أهم هذه الأنشطة. احنا أنشطة الهيئة مخصوص الثقافة أنشطة ثقافية وفنية. أنشطة ثقافية احنا منتشرين في جمهورية مصر العربية في جميع 27 محافظة ومراكزها. بنهتم عندنا المحاضرات والندوات والأمسيات الثقافية، عندنا نوادي أدب في جميع مصر، نوادي أدب اللي بتفرق
بيتفرغ منها أدباء مصر اللي بيطلع منهم في الآخر مؤتمر أدباء مصر. فإحنا بنهتم بالنشاط الثقافي والفكري للمثقفين عامة. عندنا المواهب واكتشاف الموهوبين في الفروع كلها، في فروع جمهورية مصر العربية، والاهتمام بالطفل وأدب الطفل. وعندنا المسرح، مسرح احنا بننتج عدد كبير من شرائح المسرح، بننتج مسرح الاطفال لوحده ومسرح الكبار لوحده. عندنا مسرح الكبار، عندنا احمدنا ابدا حلمك سينما زي ما قلت لحضرتك، ابدا حلمك سينما في معظم تعال نشرحها للناس، مبادره ابدا حلمك سينما ان احنا عندنا المكان بتاع المسرح والسينما بينفع في اماكن عروض المسرح، بنعملها سينما، بنعرض افلام سينما. عملنا بروتوكول مع الشركه المتحده بتوردينا الافلام وبنعرض الافلام بسعر مخفض للجمهور، في حفلات نهاريه ب 20 جنيه وحفلات مسائيه ب 40 جنيه في متناول الايدي على مستوى جمهوريه مصر العربيه. احنا مستهدف ان احنا نوصل ل 40 موقع ثقافي اللي احنا نقدم في السينما. احنا حاليا وصلنا لحوالي والافلام، نوعيه الافلام اللي بتعرض في هذه السينما، بنعرض افلام بتعرض في السوق الحديثه، احدث افلام بتعرض في السوق بتتعرض لهم عشان يبقى في منافسه في السوق، فبنعرض بنفس الاسعار. احنا بقى لا بتعرض بنعرض بارخص ب 40 و20. احنا بقى غير السوق التجاري، احنا بنعرض الافلام اللي بتضحك عليها اللي احنا عاملينها مع الجذب شعات مع الخدمه مع الجيش مع وزاره الدفاع ومع الشرطه. بنعرض الافلام الوثائقيه قبل الفيلم تلت ساعه، بيقتل ساعه 10 ساعه فيلم وثائقي عشان بيعمل رفع روح الولاء والانتماء للجمهور عندنا. صحيح. رجوع الشباب للمسرح مره ثانيه، احنا عارفين انه كان عندنا فتره ذهبيه للمسرح وكان في رواد للمسرح من ايام نجيب الريحاني ويوسف وهبي وغيره. في فتره تم انتثار المسرح الى حد كبير، بيرجع مسرح المسرح مره ثانيه وخصوصا مسرح الدوله. كلمني عن المسرح وعن لانه كل واحد بيبتدي في مجال الفن بيبقى بالنسبه له المسرح ده ابو الفنون وبيبقى بالنسبه له ليه قيمة كبيرة حتى وإن بدأ على مسرح الجامعة. فكلمني عن المسرح والخاص بوزارة الثقافة. طبعا المسرح عندنا المسرح أبو الفنون. المسرح عندنا في المسرح في عندنا بين تجارب، عندنا حاجات تجارب مسرحية وعندنا عروض للفرق القومية في المسرح، ده على مستوى جمهورية مصر العربية كلها ومشاركين في المسرح القومي. في بقى بالنسبة لأهمية المسرح، احنا عملنا مشروع مبادرة أطلقتها معالي وزيرة الثقافة اللي هو مشروع ابدأ حلمك. مشروع ابدأ حلمك ده بدأ بيبدأ حلمك مسرح. المشروع ده بدأ 2019، بدأنا بثلاث محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، اللي بنجيب الشاب الموهوب، بنعمل عندنا استمارة التعارف بنطلقها عن طريق النت وعن طريق الفروع الثقافية، بيقدموا فيها، بنعلن المحافظات، المحافظة اللي احنا هندخل عليها، كل اللي بيشوف عنده موهبة بيقدم فيها، بنجيب الناس، عندنا لجنة من أعلى مستوى بتقيم الناس دي وبنختار منهم الموهوبين. الموهوبين اللي بنختارهم بنبدا نشتغل عليهم، ان احنا بنطلع بنعمل ورش للممثل الشامل، كل من كان فيه موهبه، ممثل شامل من ناحيه التمثيل، الديكور، الاداء الحركي، الغناء، الالقاء. فبناخد الطالب لمده 3 شهور، المتقدم 3 شهور، بندي له صقل ورش تدريبيه متخصصه من متخصصين، وبعد 3 شهور في نهايه ال3 شهور في الفرع الثقافي سواء زي ما قلت اسيوط مثلا على سبيل المثال، في اخر الشهر بنعمل حفله تخرج. حفله التخرج دي زي مسرحيه كبيره بنبدا نشتغل عليها، وهم نفسهم الاولاد النتاج بتاع الورشه بتاع 3 شهور بيشتغلوا بيقدموا لنا عمل فني. اسيوط عملت عمل فني مميز جدا، الشرقيه عملت عمل فني مميز جدا جدا، ممكن تعرضناه في افتتاح مسرح السامر اللي تم من الشهر اللي فات شهر 7. فمشروع ابدا حلمك مسرح لاقى نجاح جميل جدا وكبير. مشروع ابدا حلمك مسرح بعد كده بدا تطور، عملنا فيه ابدا حلمك سينما، عملنا ابدا حلمك سينما بس هو مختلف، فكره مختلف عن المسرح شويه، بس بدانا بعد نجاح ابدا حلمك مسرح عملنا ابدا حلمك سينما، وما زلنا شغالين عليها، عملناها في اسكندريه وعملناها في الاسماعيليه. فمشروع في منتهى الجمال بصراحه، من لاقى نجاح كبير جدا عندنا، وشباب كتير كان عليه اقبال. يعني ابدا حلمك مسرح يعني كان بيتقدم لنا فرع الثقافه اكثر من 200 شاب وفتاه، دول اللي احنا بناخد منهم ونشتغل عليهم الورش بتاعتنا التدريبيه. تمام استاذن حضرتك، نطلع لهذا التقرير ونعود لحضراتكم على طول.
دور قصور الثقافة مهم جدا في مجتمعنا. طبعا في بيشتغلوا على النشء الصغير دلوقتي، وفي دلوقتي الثقافة الصحية والتربوية، وبنتكلم دلوقتي ووعي الإنسان وبناء الإنسان، وبعدين إن شاء الله في قصور الثقافة. في الثقافة دلوقتي مش في الأدب ولا في الشعر ولا لا، دلوقتي في الصحة وفي برامج التوعية للأمهات والأباء في تربية الأبناء. وبعدين في دلوقتي قصور الثقافة بتعمل برامج توعية دلوقتي في الأزمة السكانية، الانفجار السكاني، وفي نبذ التنمر اللي بيحدث ما بين الأطفال وبعضهم. في برامج توعية برضو من أجل التصرف في التعليم والمدارس، الناس اللي بتهرب والناس اللي بتزوغ والناس اللي هي ما بتقدرش تعلم أولادها. مشاهدينا الكرام، بنجدد لقائنا مع أستاذ عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة. أهلا بحضرتك مرة تانية، وخلينا نتكلم عن مشاركة الهيئة في مبادرة حياة كريمة، ودي مبادرة الهيئة كلنا كمصريين بنعتز بيها وأثبتت نجاحها في كل ربوع الجمهورية. تكلمني عن المشاركة مع الهيئة وحياة كريمة. طبعاً إحنا مقصود الثقافة مشاركة في حياة كريمة بداية من انطلاق المبادرة من 2009 من بداية انطلاق المبادرة من 2021 بدأناها. طبعا كنا بدأناها بأسيوط، وإحنا السنة دي استهدفنا 131 قرية من قرى حياة كريمة ونفذنا فيها. إحنا بننفذ في مبادرة حياة كريمة على مستوى الطفل والشباب والمرأة، بنعمل حرف البيئية على كل بيئة كل قرية إحنا بننزلها، بندرس طبعا القرية اللي احنا نازلينها، وبنعمل البرنامج بتاعتنا والخطة بتاعتنا عليها، سواء بنعمل ورش من أصل التراث من المكان، الورش البيئية وورش فنية وورش للأطفال وللمرأة وللطفل. ده بينطبق على كل قرية قبل ما نروح، كل قرية قبل ما بنروح بنعمل دراسة لطبيعة القرية وطبيعة أهلها وطبيعة المشكلة اللي عندهم كمان، وبنبدأ نشتغل عليها في حياة كريمة. بنعمل ورش مسرح، بنعمل ورش غناء، بنعمل ورش حكي، بنعمل ورش أشغال يدوية، بنعمل ورش ألعاب اللي هي الألعاب القديمة اللي هي انقرض من التراث بتاعنا عشان بنحافظ على التراث. فإحنا بنعمل جميع أشكال الورش للقرية. مدة كل قرية كل برنامج بيقعد بعد حوالي 10 أيام، بتنزل فيه قرى. فإحنا استهدفنا السنة دي 131 قرية تبقى للمبادرة اللي كانت موجودة. إن شاء الله بإذن الله السنة دي هنستهدف أكتر من كده، يعني 18 محافظة للتقريبا جايين خلال السنة اللي جاية، فإحنا بنستهدفها كلها بكامل القراها بإذن الله إن شاء الله. خلينا نتكلم كمان عن نقطة مهمة جدا وهي الحرف التراثية، وإحنا عارفين إنه مصر معروفة بشكل كبير ببعض الحرف الأصيلة المتأصلة اللي بتورث لعائلات واللي كان بدأ الاندثار. أنتم كمان كهيئة قصور الثقافة كان ليكم تدخل في هذا الموضوع للحفاظ على تراثنا وعلى الحرف اليدوية. احنا عندنا الورش بالذات ورش الحرف اليدوية والحرف اللي بتاعها بنديها اهتمام طبق لطبيعة كل مكان. احنا في ورش بنهتم فيها زي الطرق على النحاس، بدأنا بنشتغل عليها تاني وبنرجع فيها طرق على النحاس. في ورش بنعملها للكليم البدوي، يعني في ورش طبق للطبيعة، في ورش للشغل على العزف بتاع النخل، الورش الخاصة بالبيئة، الحاجات كمان اللي اندثرت كتير. حتى في مشغولات جلدية، في مشغولات عندنا الخزف عندنا وحدة خزف في الوادي الجديد. يعني احنا بنشتغل على كل مكان وكل حرفة تراثية موجودة فيها بنبدأ بتشتغل عليها. ونتاج الورش دي كلها احنا بنجمعها وبدأنا نشارك بيها كهيئة عامة قصور الثقافة. عندنا دلوقتي احنا كنا عندنا معارض كتب ومنفذ كتب، دلوقتي بقى عندنا منفذ كتب ومنفذ حرف بيئية اللي احنا بنطلعها من الورش دي. كل المنتجات اللي بتطلع دلوقتي بنسعرها، واحنا دلوقتي بنعمل عليها شغل وبنلفها بيها جمهورية مصر العربية كلها وبنعرضها هناك، وبنشارك فيه زي ديارنا وتراثنا بنشارك فيها بالمنتجات بتاعتنا. تمام. خلينا نتكلم كمان عن هذا التنوع الثقافي. يعني احنا عندنا الوحدة الوطنية في كل مكان، ولكن كمان عندنا تنوع بيفيدنا بشكل كبير جدا. عندنا النوبة غير بحري، غير الصعيد، غير يعني القاهرة والأسكندرية. كلمني عن
هذا التنوع الثقافي اللي بيدينا ثراء ولكن في نفس الوقت بيجمعنا تحت مظلة واحدة وهي جمهورية مصر العربية. أنتم كقصور الثقافة إزاي بتقدروا تواكبوا كل هذه التنوعات سواء كانت ثقافيا أو تراثيا أو بعادات وتقاليدهم المختلفة؟ إزاي بتوصلوا لكل هذه الفئات؟ لا احنا عندنا احنا بندرس كل منطقه عندنا وعارفين عاداتها بس لامسين هذا التنوع اللي انا بحكي عليه طبعا لان في في مثلا في الفنون الشعبيه الفن في النوبه غير حاجه في الصعيد في اسوان ليه فن الفن التفن الشرقي بتاعه كفرق فنون شعبيه اسوان غير اسكندريه غير بحري غير الشرقيه غير السمسميه والقناه وسينا فكل مكان له تراثه سواء فني سواء فني او سواء حرف بيئيه او يعني كل ده كل او عاداته وتقاليده العادات والتقاليد احنا حتى بنحصر احنا عندنا اطلس عادات وتقاليد بنجمع كل العادات والتقاليد في كل مكان عم سواء مصر العربيه فاحنا واحنا في بقى موضوع جديد بتاع مصر احنا بنعمل الفرقه دي او في اي نشاط بنحاول نعمل دمج للانشطه يعني بتاع بحري بيعرض في الصعيد بتاع الصعيد بيعرض في اسكندريه بتاع اسكندريه بيعرض في اسوان بتاع فيتعرفوا اكتر على فبيتعرفوا على بعض كذلك احنا عندنا دمج الاهل دمج الشباب ودمج اهل مصر الاطفال اللي هو بنجيب بتاع بحري مع اسكندريه مع الدمج مع المناطق الحدوديه فده كله عشان يعمل تقارب بين الثقافات بين مجتمع الشعب المصري. تمام نطلع لهذا التقرير ونعود لحضراتكم على طول. الدوله مهتميه جدا بموضوع الثقافه في الفتره ديت وخاصه لمحاربه الجماعات المتطرفة الكلام ده كله وكان أهم حاجة عملتها الدورة 16 لمهرجان المسرح إلى جانب أن هي مهتمية أيضا بذوي الاحتياجات الخاصة وعملت لهم بستان الإبداع وعملت حاجات كتيرة جدا في حاجات تانية الدولة قدمتها تطوير دار المحفوظات اللي تم تجديدها بالكامل ودار الكتب المصرية تقرير اللي صدره من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللي بتشير إن مصر حاليا فيها حوالي 1043 مكتبة من ضمنهم 678 مكتبة في الجامعات ومنهم 175 مكتبة متخصصة والمكاتب المتخصصة ديت ليها هدف مهم جدا يعني في مكتبة بتبقى متخصصة في التاريخ اللي حب يقرأ في التاريخ في مكتبة بتبقى متخصصة في الأدب في مكتبة بتبقى متخصصة في العلوم وفي العلوم وفي التاريخ عشان خاطر النشأ يتثقف ودي حاجة مهمة جدا. بنعود لحضراتكم مرة تانية والحقيقة الكتاب من وجهة نظري لي رونقه يعني طرق الكتابة أو القراءة تغيرت مرات على أجهزة مختلفة أو على كمبيوتر أو غيره ولكن لسه في ناس متمسكة بالهارد كوبي أو بالكتاب اللي بيعيشوا معاه في الحالة وهم بيقرأوا الكتاب. أنا شايفة أن حضرتك معاك مجموعة من الكتب ونحب أن احنا نتعرف عليها ونوعية الكتب اللي بيقبلوا عليها الناس الفترة دي. هي العامة في الثقافة دلوقتي احنا عندنا احنا من اكتر الناس اللي هي بتشتغل على موضوع الكتابة والنشر احنا عندنا برنامج عندنا مشروع النشر مشروع من المشاريع الناجحة جدا في الهيئة العامة في الثقافة يمكن ارخص كتاب في مصر في احنا عندنا كتب بتبدأ من جنيه لحد 20 جنيه فالنشر عندنا اللي بننشر لكل أدباء مصر في الأقاليم عندنا مجموعة من السلاسل المهمة جدا زي الهوية الهوية بتبدأ بتشتغل على الإنسان والهوية المصرية وتعزيز الهوية وتعزيز القيم المصرية عندنا سلاسل أفاق عالمية بنطبع في كل الفنون معظم الفنون بنطبع فيها وعندنا آخر حاجة كانت إصداراتنا كان الدكتور طه حسين بمرور 50 سنة على الدكتور طه حسين ذكرى الدكتور طه حسين فإحنا نشرنا معظم أعماله معظم أعمال الدكتور طه حسين كلها إحنا نشرناها في الهيئة العامة لقصور الثقافة سعر النسخة ب طبعا ده سعر مناسب جدا بالنسبه للكتب النهارده الكتب سعرها بقى غالي شويه وانا شايفه انه في جوده جاي يعني درجه جوده في الورق وفي الكتاب احنا شيء رائع الصراحه الهيئه بتدعم الكتاب ما يتجاوز 50% من سعر الكتاب وده واضح لانه مستحيل ده كتاب بالطباعه دي بالشكل ده تكون طيب تمام دي سلسله بتتكلم عن ممكن اشوف باين باين دي رائعة. سلسله في الهوية الديانات المصريه القديمه ترجمات يا الديانات المصريه القديمه ومش لازم حد يكون متخصص عشان يقدر ان هو يفهم
الكتاب. يعني انا عشان بشتري كتب كتير فانا عارفه انه ما بيبقاش في كتب بالسعر ده خالص. يعني ده اكيد كتب مدعمه من وزاره الثقافه وده طبعا شيء رائع. الحكماء وعندنا سعد زغلول من ذاكره الكتابه يعني سلسله ذاكره الكتابه طور السياسه المصريه ثمنه طبعا يعني نفس القصه ده سعد زغلول ذاكره الكتابه. احنا الكتب عندنا بقى احنا الكتب عندنا بنشارك بيها في كل معارض عاملين احنا برنامج خطه السنه دي ان احنا نلف جمهوريه مصر العربيه سواء من منافذنا اللي احنا عاملينها في القصور وبالنسبه للهيئه العامه للقصور. طبعا احنا وزاره الثقافه كوزاره واحده في تعاون بيننا وبين بين قطاعات وزاره الثقافه زي الهيئه العامه للكتاب. الهيئه العامه للكتاب اطلقت عده مبادره بمعرض الكتاب بجوب المحافظات منه معرض اللي حصل كان في بورسعيد الاسبوع الماضي وطبعا احنا كنا مشاركين فيه من خلال الانشطه بتاعتنا الفنيه والاصدارات بتاعتنا بتاعت الهيئه العامه لقصور الثقافه. وامبارح كان لسه فاتحين معرض راس البر للكتاب برضو وبرضو مشاركين مع الهيئة ده طبعا مع الصيف واجواء الصيف طبعا مع الصيف واجواء الصيف. غير اجواء الصيف احنا عندنا صيف مبادره معالي وزير الثقافه ثقافتنا في جزيرتنا. بتمنى لكم مزيد من التوفيق وتستعدوا لموسم ان شاء الله الشتاء كمان لانه القراءه جميله سواء كان في الصيف على البحر وفي شواطئنا الجميله او في الشتاء مع الامطار. دايما الكتاب ليه رونقه وليه الحاله الخاصه بيه ودايما طبعا بيفيد صاحبه بشكل كبير. انا بشكر الاستاذ عمرو البسيوني رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لقصور الثقافه. اشكرك. ومشاهدينا الكرام دي كانت حلقتنا النهارده بنتمنى انها تكون حازت على رضا حضراتكم والقاكم على الف خير ودائما وابدا تحيا مصر. شكرا والى اللقاء.